يلا مرحب بكم يا قراء جريدة البيان، تحياتي من السعودية إلى الإمارات بمناسبة فعاليات قمة رواد التواصل العرب. أنا اسمي بنتلي براون وأنا سوداني أمريكي تشادي، ما نعرف يعني نقول لك شنو يعني بين تشاد والسودان، يعني أمريكي خوايا. تشاد هذه الدولة في أفريقيا. تشاد كده جنب السودان بالضبط. تشاد تشاد المشكلة شنو؟ أنت مشكلتك شنو؟ يعني كيف قولها بس قولها بس يعني ما اعرف يعني قولها قول يعني ابيض قول في لا 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 بسكن في جده في السعوديه وبشتغل في صناعه الافلام، يعني بسوي فيديوهات قصيره كده للانستغرام. يا اخي انا من جد السعوديه ما فهمت الكهرباء 220 ولا 110 ولا ايش بيك ايش بيك ايش بيك شنو ثاني حاجه السلام عليكم يلا ثاني حاجه السلام نسينا في افلام شويه اكبر زي الدراما وافلام وثائقيه كمان زي الاستاذ اللي بيتكلم في علاقتي انا مع الرجل اللي علمني اللغه العربيه الفصحى اللي هو نفس الوقت كان فنان موسيقي. طيب انا في الطفوله تربيت في تشاد، مولود في امريكا لكن تربيت في تشاد. تشاد دي زي باقي البلدان اللي هي يعني ناس بيتكلموا فيها عربي لكنها بعيده من البلاد الثانيه العربيه، عشان كده انا لما بسافر لبلد ثانيه يتكلموا فيها اللغه العربيه لازم بغير لهجتي عشان الناس يفهموني. انت ايش جنسي؟ مصري؟ ما مصري. سوري؟ ما سوري. تركي؟ ما تركي. لبنان؟ ما لبنان. ممكن سوري؟ ما سوري. ما سوري؟ ما سوري. ممكن عشان عيوني زرقاء بيفكروني بتكلم سوري ولا لبناني ولا حاجة، بس لما يسمعوني وما شايفين وجهي يعني يقولوا شيء آخر، يقولوا اللهجة ما تركب في الشكل. أنا أنت طالع معي أنا شاكي. والله العظيم جد. سوداني مصري دائما وقت اللي نقول مثلا ايوه كبرت في تشاد وعلم لغه عربيه هنا بيقولوا لا لا لكن تشاد ما يتكلموا فيها عربي. يا اخي انا قدامك ده قاعد بتكلم عربي صح؟ قاعد بتكلم معك اسبانيول، قاعد بتكلم معك كوري، قاعد بتكلم معك فلاته كده، ممكن تتخيلوا خلاص انا كيف ما بحب كثير فكره الجنسيه اصلا. ممكن انا ما امريكي في الطريقه اللي انت تتوقعني اكون امريكي مثلا، او عندك مثلا صوره عن التشادين وبرضه انا غير. يعني احنا اليوم ممكن نكون مولودين في اي مكان، نتربي في اي ثقافه ونتكلم اي لغه. يعني انت عشان شكلك ما معناته انك تتكلم لغه معينه ولا تعيش حياتك بطريقه معينه. يعني انتوا كيف ما تستغربوا للملايين العرب اللي بيتكلموا انجليزي مثلا، صح ولا لا؟ يلا شكرا.